صباح من الناحية اللغة الفرنسية سنة الثالثة ابتدائي نستأنف مع ما سبق وفي هذه الفقرة إن شاء الله سنرى بعض العبارات الواردة في قصة الشابيون روج. كومونسون تو دابور باغ سيت فراز. نبدأ أولا بهذه الجملة. En traversant la forêt, Chaperon Rouge cueille des fleurs pour sa grand-mère. En traversant la forêt, Chaperon Rouge cueille des fleurs pour sa grand-mère. إذا مجتازة الغابة طبعا عندنا هنا اون ترافيرسون اون ترافيرسون نقول مثلا اون بارلون اون مارشون اون بارلون متكلما اون صوتون قافزا بمعنى آخر هذه الصيغة بهذا الشكل تجمع مجموعة معاني كالجوكر اون ترافيرسون لا فوري مجتازة الغابة تتبقى نفس الصيغة اون ترافيرسون شكون اللي يخلينا نقولوا بانها مجتازة الغابة هي الجملة اللي غتجي من بعد منها اون ترافيرسون لا فوري شابيرون روج كاي دي فلور بون سا غرانمير وهي تجتاز الغابة شابيرون روج تقطف ازهارا لجدتها اذا هنا تنتكلموا على شابيرون روج ممكن مثلا نقول اون ترافيرسون لا فوري جو كاي دي فلور بور ما غرانمير بور ما غرانمير مجتازا الغابة تتبقى نفسها هكذا وأنا أجتاز الغابة أنا أقطف الأزهار لجدتي ممكن تكون معك أنت فأقول أون ترافيرسون لا فوري تي كوي دي فلور أو تا غرانمير إذا هاد أون ترافيرسون يعني تتبقى كما نقول مجتازا ممكن تكون وأنت تجتاز ممكن تكون وأنا أجتاز ممكن تكون وهي تجتاز ممكن تكون وهم يجتازون أما تبقى هكذا المهم أننا تنتظر بقية الجملة لمعرفة لمن نوجه هذا الفعل الذي يهم من الصيغة أيضا أن تعني بأننا نقوم بفعل وفي نفس الوقت نقوم بفعل آخر مثلا هنا On traverse la forêt On traverse la forêt في الوقت الذي يقع فيه اجتياز الغابة Chaperon rouge وهي تجتاز الغابة Chaperon rouge تقطف أزهارا لجدتها إذا كان عندنا هنا وهي تجتاز الغابة شابيرون روج تقطف أزهارا لجدتها إذا نتكلم هنا عن فعلين أنما يحدث في نفس الوقت إذا طبعا نستعمل هاد أون ثم الفعل الذي يتبعه يأخذ في آخره أنطي إذا نتكلم عن هذه الصيغة نتحدث عن هذه الصيغة تسمى لوجيرونديف لوجيرونديف هذا سنعرفه في وقت ما طبعا هي تكون من هاد اون ثم الفعل يتبع بان تي مثلا اون مالون يعني ذاهبا او في وقت الذهاب بمعنى اخر مثلا اون بارتون عند الانطلاق او وهو يقوم بالانطلاق او وهي تقوم بالانطلاق الى غير ذلك كما شرحنا اون روغاردون وهو ينظر او انا انظر او وهم ينظرون لحسب تتمة الجملة en arrivant عند الوصول أو وهم يصلون أو أنا أصل أو نحن نصل إلى غير ذلك هذه الصيغة يكون لها هذا المعنى لو جيرونديف يتكون من أون زائد لو بارتيسيب بريزون سامبل طبعا لو بارتيسيب بريزون هو بحال بارتون بحال ألون بحال ديكوفرون بحال أريفون إلى غير ذلك يكون مسبوقا بأون فنحصل على لو جيرونديف إذا هنا عندنا En traversant la forêt, Chaperon Rouge cueille des fleurs pour sa grand-mère. Comme on a dit, Chaperon Rouge cueille des fleurs pour sa grand-mère. Et donc, Chaperon Rouge, taqtif azharan, li jaddatiha. Regardez bien l'image. Que voyez-vous dans la forêt? Et donc, ma datarana fil ghaba. Tout d'abord, on voit des arbres. On voit des arbres. Et donc, nara ashjaran. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Et quoi encore? Ensuite, on voit des buissons. Et donc, Badanara, Rabat Sarera, Mukawana Minabatet, Asera. Netiklaman Adral, Jemadral. Et donc, Netiklaman Mayushmir Rabat Sarera, Amiatitouj Mafia, Bad Amnabatet, tout simplement des buissons. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Il y en a des oiseaux. Et donc, Rabat Aydan Hunaka, Hunaka Toyur. Dans la forêt, il y en a des oiseaux. La question suivante, qu'en fait Chaperon Rouge
بور باسي. إذا ماذا تفعل شابيون روج للمرور؟ ماذا تفعل شابيون روج للمرور؟ بور باسي شابيون روج ترافيرس لا فوري. بور باسي شي سا غرومير، بور باسي شي سا غرومير شابيون روج ترافيرس لا فوري. للمرور عند جدتها شابيون روج تجتاز الغابة. Parmi les choses qu'on a déjà vues dans l'histoire du chaperon rouge, elle s'arrête pour écouter le rossignol chanter. Elle s'arrête pour écouter le rossignol chanter. إذن هي تتوقف من أجل أن تسمع أو من أجل سماع le rossignol chanter العندلب يغني. Elle s'arrête pour écouter le rossignol chanter. إذن عندنا هنا le verbe s'arrêter. On a le verbe s'arrêter عندنا في التوقف. هنا عندنا في الأصل سو أغيطي سو أغيطي طبعا سو تنتهي بأ واد أ ستون فويل. ثم عندنا الفعل الذي يتبع السو هو أصلا مبدوء بأ أ طبعا ستون فويل أيضا أ ستون فويل هاد أ أيضا هي صوتي طبعا حسب القاعدة المعروفة عندما يلتقي صوتيان نحذف الأول ونضع أبوستخوف كما عندنا هنا نحذف أ ثم نضع أبوستخوف إذن إل ساغيت بدل أن نقول إل سو أغيت إذن إل ساغيت إذن هي تتوقف وهنا نشير أيضا إلى أن هناك فعل أغيطي لو فيرب أغيطي المقصود به شيء أو شخص يوقف شيئا آخر أو يوقف شخصا آخر هنا في هذه الحالة نتكلم على الفيرب أغيطي مثلا إل ماغيط هو يوقفني ولكن إل ساغيط هو يتوقف يعني أنه يوقف نفسه هذا الفيرب اللي عندنا هنا اللي هو الفيرب ساغيطي إل ساغيط هي تتوقف بوغ إيكوتي لو غوسينور شونتي من أجل سماع العندلب يغني parmi les choses que Chaperon Rouge a fait durant le passage chez sa grand-mère c'est qu'elle a salué le bûcheron qui passe à côté d'elle. من بين الأشياء التي قامت بها شابيون روج عند مرورها طبعا مرورها من الغابة سكل أصالي لو بيشون كي باس أكوتي ديل هو أن حيت الحطب الذي مر بجانبها إذا نقول إل سالي لو بيشون كي باس أكوتي ديل هي تحيي الحطب الذي يمر بجانبها إل سالي طبعا عندنا لوفير سالي هذا فعل حية إل سالي لو بيشون هي تحيي الحطاب كي باس اكوتي دال الذي يمر بالقرب منها طبعا عندنا هنا اكوتي دو اكوتي دو اكوتي دو بالقرب من بالقرب من اقول مثلا جابيت جابيت انا اسكن اكوتي دو لا موسكي بالقرب من المسجد مثلا برونو ليماج سويفونت نو برونو ليماج سويفونت ناخذ الصوره المواليه Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est cette personne? Qui est cette personne? من يكون هذا الشخص? Qui est-ce? C'est le bûcheron. Et nous le hattab. Qu'est-ce qu'il y a dans son camion? Qu'est-ce qu'il y a dans son camion? ماذا هناك في شاحنتي? Et عندنا هنا? Qu'est-ce qu'il y a dans son camion? Dans son camion. ماذا هناك في شاحنتي? نحذف هاد إيكغيك وننظر للنتيجة إذا نقول مثلا كاسكيل أ دون سون كاميون كاسكيل أ دون سون كاميون ماذا عنده في شاحنته حذفنا هاد إيكغيك إذا طبعا يتغير المعنى تقريبا يبقى نفسه كاسكيل أ ماذا عنده دون سون كاميون ماذا عنده في شاحنته لكن عندما نقول كاسكيل يا دون سون كاميون ماذا هناك في شاحنته لا ريبونس اي الجواب هو il y a du bois coupé اذا هناك حطب مقطوع لو بوا المقصود به الحطب لو بوا هو الحطب il y a du bois coupé هناك حطب مقطوع ممكن نقول il a du bois coupé هو عنده حطب مقطوع il a du bois coupé il y a du bois coupé هذه تعني ان هناك المقصود في الشاحنه Il y a du bois coupé. Il y a un حطب مقطوع. Comment appelle-t-on celui qui coupe le bois?
إذن كومون أبيلتون؟ كيف نسمي؟ المقصود ما اسم؟ ما هو اسم؟ كومون أبيلتون سولوي كي كوب لو بوا؟ كيف نسمي الذي يقطع الحطب؟ سي لو بيشون، إنه الحطاب. كوفي لو بيشون، كوفي لو بيشون، ماذا يفعل الحطاب؟ إل باس دوفون شابون روج افيك سون كاميون. إل باس دوفون شابون روج افيك سون كاميون. إذن هو يمر أمام شابون روج مع شاحنته، المقصود بشاحنته. أبخي ألوغ كوفي شابون روج، حينئذ ماذا فعلت شابون روج؟ بيان سور إل لو سالي، إل لو سالي، إل لو سالي، إذن هي تحييه، مقصود إل سالي لو بيشون، إل سالي لو بيشون. حتى لا نكرر كلمة لو بيشون نعوضها بهذا لو، تفاديا للتكرار. أوسي باغمي لي شوز كون ديجا في، سي كا لا فان شابيون روج سو ديريج فيغ سا غرانمير، شابيون روج سو ديريج فيغ سا غرانمير. إذا نقول enfin في النهاية elle se dirige vers la maison de sa grand-mère. في النهاية هي تتجه elle se dirige vers، إذا هي تتجه نحو la maison de sa grand-mère، la maison de sa grand-mère، هي تتجه نحو منزل جدتها. كوفي شابيون روج à la fin، كوفي شابيون روج à la fin. إذا ماذا تفعل شابيون روج في النهاية؟ المقصود ماذا فعلت شابيون روج في النهاية؟ كوفي شابيون روج à la fin، كوفي شابيون روج à la fin. Elle prend le chemin qui mène chez sa grand-mère. Elle prend، هي تأخذ، طبعا عندنا هنا الفيرب بروندر، أخذ كأنها تأخذ باليد، ولكن المقصود هنا نقول مثلا elle prend le chemin de غابة، إذا هو يختار طريق الرباط. Elle prend le chemin، هي تأخذ الطريق qui mène، التي تقود. طبعا عندنا لو فيغ موني، لو فيغ موني انك تقود او ترافق، كيمان شي سا غرانمير، التي تقود عند جدتها، المقصود في اتجاه منزل جدتها. اذا نستكمل في الفقرات القادمه، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.